remercier les autorités de la ville de Laayoune pour toutes les dispositions qui ont été prises pour accueillir les jeunesses africaines à qui vous offrez de très bonnes conditions pour qu'elles s'expriment. Je veux tout simplement souhaiter que cette jeunesse nous offre de très beaux spectacles afin que le public de la commune de Laayoune puisse participer à la fête. Bonne chance et plein succès à cette manifestation. Je dis plein succès à ce championnat, que tous les acteurs, n'est-ce pas, s'investissent pour que franchement la fête soit belle. لاحظوا معنا وانا مدينة العيون تتحتضن واحد الحدث هام، حدث قاري تيتجلى في كأس افريقيا لكرة اليد الدورة 45. احنا كجماعة العيون حاولنا اننا نساهموا بكل باش ننجحوا هذا الحدث هذا. كما تعرف الجميع انه مدينة العيون اصبحت مدينة رياضية بكل امتياز. هذه القاعة متعددة اختصاصات غيكون التدشين ديالها بصفة رسمية بهذا الحدث التاريخي، حدث هام، حضور أكثر أزيد من 27 دولة إفريقية. بالنسبة لهذا النشاط تتعد من أنشطة اللي هما مهمين بالنسبة لمدينة العيون. مسألة ثانية اللي تنركزوا عليها بزاف وإن شاء الله تنتمناو أولا النجاح والتوفيق لوداد السمارة لأنها تتمثل الأقاليم الجنوبية، تفوز بهذه البطولة هذه لما لا، واخا كاين هناك فريق أهلي اللي فريق هو كبير بزاف، ولكن بالحضور ديال الساكنة والتشجيعات ديالها إن شاء الله غادي نتمنوا لها التوفيق والنجاح. مدينة العيون ماشي لأول مرة غادي تقوم بهذا التنظيم ديال هذا الحدث الرياضي، كان هناك مجموعة من الأنشطة الدولية وإفريقية منها كأس إفريقيا لكرة القدم اللي تنظم في القاعة ديال الحزام وعرف واحد النجاح كبير، كذلك الدورة الأولى اللي كانت الأول التظاهرة اللي كانت ديال كأس إفريقيا لكرة اليد اللي دارت 2015 هي عرفت واحد النجاح، 2016 اللي عرفت هي واحد النجاح كبير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.